مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي تكلمت فيه على المشروع ديال مول الجلابة اللي مع الفقراء، كنوجه الشكر الجزيل أولا للمغاربة اللي تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، وكذلك في التعليقات ديالهم اللي مثل هاد الارتسامات لن تزيدنا إلا قوة. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، غادي نوضعوا اليوم الفيديو. احنا كما قلنا يوم الثلاثاء الحلقه الاولى، ولكن احنا اليوم في اثنين غادي ننوركم اكثر ونعطيكم مقتطفات من بعض الفيديوهات اللي كيخصوا مول الجلابه مع الفقراء. تبعوا معايا. ما عنديش عندي الله. قال ما كانوش الحباب، ما كانوش هذه، ما كانش عندك خبزة. من لا شنو هذا ولدي؟ هذاك رزيق اللي جاب لك مجلة. واش حلال ولا حرام؟ حنا بغينا على الحلال وليدي. والله المهم تي الحلال. وانا على الحلال وليدي. الله يخلف على اللي كيعرفوا بحساب الدرويش واللي ما عندوش واللي من هنا بزاف تحويجه وليدي. لا عليك ولا عليهم. امين. الله يكمل عليكم. خدامين خدمه على قد الحال، خدامه في تشب النعش، كناخذ 80 درهم في النهار. طلبوا لي الفلوس وانا ما عنديش، انا على قد الحال. عييتي نائم؟ عيش بزاف والله، ما صافي عيش من تمن الدنيا. معايا واحد السيد مول الجلابة غادي يدخل عليك الفرحة إن شاء الله باش تخلص كاع داكشي اللي خاصك. الله يجازيه بخير، الله يجازيه بخير، أنا الله يجازيه بخير. خذ لك. الله يرحم لك الوالدين. الله يفرج عليك. يعني. الله يجازيكم بخير. ما تبقاش هنا في الزنقة، دخل الوليد ودير الإجراء. داكشي اللي كاين، ما نخليش، أنا نغطى، دابا ما عنديش شرمان، والله ما عندي. يعني كنت غطى بمانطا انا وياهم. هم جبنا الدار، مات الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه ويوسع، دخلي لي جوج وليدات باقين عا صغار. واش نقول لك؟ يتامى، هاليتامى، هاليتامى، خبزه هي الاخرى ما تلقاش اللي يدخلها عليا.